هنا مسبيرو لكم منا كل التحية. كون في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة، والخبر اللي معايا خاص بوزارة الخارجية. أكد اليوم وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دفع مجالات التعاون الثنائي مع باكستان على كافة الأصعدة، مما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ويعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة. مع الهاتف الآن الأستاذ طارق السنيتي، نائب رئيس تحرير الأهرام وخبير الشؤون الأسيوية. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازاي حضرتك يا استاذ طارق؟ اهلا وسهلا. يعني عايزه ابتدي ان انا اتكلم مع حضرتك عن العلاقات الثنائيه بين البلدين واهم التحديات الحقيقه اللي بتواجههم. اولا لابد من القول ان العلاقات المصريه الباكستانيه علاقات قديمه وعلاقات استراتيجيه، وعلاقات هذه العلاقات بدات منذ عام 1948 بعد استقلال باكستان مباشره، حيث تم تعيين اول سفير لباكستان في مصر في 30 يوليو 48، وبالتالي انطلقت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على كافة المستويات. منذ هذا التاريخ وحتى الآن العلاقات تسير بشكل جيد، هناك زيارات متبادلة على مستوى رفيع، هناك اتصالات، وقد حدثت أكثر من لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وأيضا كان خلال العام الماضي في فبراير من العام الماضي كانت هناك زيارة مهمة لوزير خارجية باكستان لمصر، واليوم يزور السيد سامح شكري وزير خارجية باكستان. هناك العديد من الملفات المهمة بين الجانبين، أهمها التحديات فيما يتعلق بكيفية التعاون لمواجهة الإرهاب. باكستان عانت كثيرا من الإرهاب وما زالت، ومصر شهدت فترة كانت فيها أحداث إرهابية عديدة. هذا التعاون هو تعاون مهم على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الاستراتيجي أيضا. هناك أيضا التعاون الاقتصادي، وهذا ملف هام جدا وحيوي للبلدين. حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان ليس كبيرا، فهو يصل إلى حوالي 365 مليون دولار، يميل الميزان التجاري لصالح القاهرة، ولكن هذا الرقم لا يتماشى مع حجم ومستوى العلاقات السياسيه بين البلدين. اذا لابد هذه الزياره ستبحث بشكل كبير جدا كيفيه فتح افاق استثماريه جديده، زياده الاستثمارات الباكستانيه في مصر، زياده الاستثمارات المصريه في باكستان، كيفيه جذب استثمارات جديده من الجانبين. ايضا سيكون هناك ملفات ذات بعد متعدد الاطراف، خاصه وان باكستان ستستضيف خلال هذا الشهر وبالتحديد يومي الأربعاء، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين غدا وبعد غد، الاجتماعات المتعلقة بمنظمة التعاون الإسلامي، وهي الدورة رقم 48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وهي من المنظمات الكبرى على مستوى العالم، هي أكبر منظمة بعد منظمة الأمم المتحدة، ومصر من الدول المؤسسة لهذه المنظمة، وباكستان أيضا. هذه الدورة أيضا ستكون مهمة لأن هناك قضايا مهمة جدا على الساحة الإسلامية، خاصة القضية الفلسطينية وقضايا أخرى متعددة. طيب يعني يمكن أهم التحديات حضرتك اتكلمت عنها وهي مواجهة الإرهاب. يعني الحقيقة مصر يعني طلبت يعني تعدادا ومرارا أن يكون هناك تعاون مشترك ما بين كل الدول من أجل مجابهة الإرهاب، وده شيء مهم جدا. لكن الحقيقة بجانب الإرهاب الآن أصبح هناك اندلاع لعدد من ونحن نتابع يوميا الحقيقة الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا وما يحدث من تغيير سياسي واقتصادي في العالم. أولا هذه الأزمات دون شك تلقي بظلالها على العلاقات بين كافة دول العالم، وهناك جائحة كورونا العالم لم يتعافى بعد منها، وما زالت آثار هذه الجائحة موجودة سواء في مصر أو في باكستان أو في كافة دول العالم أيضا. ولكن ما حدث من الحرب الروسية الأوكرانية الآن أيضا بدأ يلقي بظلاله بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. باكستان من الدول التي لها علاقات قوية مع روسيا ولها حدود أيضا
في هذه المنطقة الآسيوية، لأن روسيا دولة أوروبية وآسيوية. ومصر أيضا لها علاقات قوية مع روسيا ومع أوكرانيا. إذن هذه الحرب ستكون لها نصيب المحادثات التي ستجرى أو التي جرت اليوم وتستمر أيضا خلال زيارة وزير الخارجية ولقائه مع نظيري الباكستاني مخدوم شاه محمود. وهذه المحادثات أيضا ستتناول كيفية تجاوز البلدين لهذه الأزمة وكيفية دعم التعاون، خاصة فيما يتعلق بتجاوز هذه الأزمة اقتصاديا، سواء فيما يتعلق بالسلع أو ما يتعلق بالخدمات اللوجستية التي ستتأثر بهذه الحرب، وأيضا كيفية دعم التعاون الاقتصادي وفتح أفاق استثمارية جديدة مستقبليا، سواء في منطقة قناة السويس الجديدة أو في منطقة أو في العاصمة الإدارية. أو أيضا سيبحث الوزير مع المسؤولين الباكستانيين أيضا ملف التعاون فيما يتعلق بتعاون متعدد الأطراف، خاصة وأن باكستان محور رئيسي في مبادرة الحزام والطريقة الصينية، وأيضا مصر محور رئيسي، وأن باكستان تنظر إلى مصر على أنها بوابة لباكستان وللمنتجات الباكستانية إلى إفريقيا والدول العربية. إذن هذا اللقاء مهم جدا وسيصب في خانة دعم العلاقات بين البلدين على كافة المستويات. يعني أستاذ طارق، أنا بشكر حضرتك فندم، ألف شكر لتوضيح الخبر وأيضا الاستفادة فيه. بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. تعالوا نطلع فاصل ويرجعوا لنا مرة تانية. مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ لكم مره تانية ومصر بيحصل فيها ايه النهارده، والخبر اللي معايا خاص بوزاره التموين. قال الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه انه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكيه بقيمه حاليه 52 جنيه 95 جنيه 123 جنيه للنا. وذكر الوزير ان المجمعات الاستهلاكيه يوجد بها اكثر من 1100 صنف بتخفيضات تصل الى 30%، واكد ان الوزاره زادت من ضخ السلع الغذائيه بالمجمعات الاستهلاكيه. مع الهاتف الان المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب التجاري للشركه العامه لتجاره الجمله بوزاره التموين لنعرف منه اكثر تفاصيل الخبر. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبين وشعب مصر كله بخير وصحه وسعاده ان شاء الله يا فندم باذن الله. طيب يعني اخذ من حضرتك تفاصيل الخبر يا فندم. والله نقدر نختصر يعني الاستعدادات لوزاره التموين والشركه القابضه لاستقبال شهر رمضان كانت اعتبارا من شهر رجب تقريبا، وكان اهم ما فيها اللي هو توفير كميات وارصده كبيره من السلع الاساسيه والاستراتيجيه زي الرز والزيت والمكرونه والدقيق والصلصه وخلافه، كذلك اللحوم والدواجن ويميش رمضان بانواع مختلفه، وده كان بيتم طرحه باسعار يعني تقل عن اسعار السوق من 25 ل 30% تقريبا، واخد يعني وكذا ان يتم الطرح هذه من خلال 1300 منفذ او مجمعات التابعه للشركه القابضه. يعني انا اعرف يا فندم ان الان بيتم افتتاح الحقيقه يعني مجموعه استهلاكيه جديده في شبرا الخيمه. والله بالفعل وانت حضرتك موجوده معانا دلوقتي فعلا معالي الوزير مشرفنا في شبرا الخيمه، وبيتم افتتاح المعرض بتاع شبرا الخيمه، ده احد الشوادر حوالي 200 شادر على مستوى الجمهوريه، وال 200 شادر دول تم البدء فيها معتبره من 15/3 وان شاء الله لحد 15/4 ويمكن حتى نهايه شهر رمضان باذن الله. هل يا فندم الفروق الماديه ما بين كل كرتونه وكرتونه هو فقط اعداد البضائع داخل الكرتونه ولا جوده المنتج؟ والله كل دي ثلاث انواع من الكراتين، عندنا شنطه ست اصناف حوالي 52 جنيه لسعرها، وثمان اصناف سعرها 95 جنيه، و10 اصناف 123 جنيه، وكلها بجوده تامه جدا وجوده عاليه جدا. يعني انا عايز اتكلم على المتابعه والمراقبه يا فندم، وخاصه بعد استغلال البعض لغلاء الاسعار نتيجه للازمه اللي حاصله ما بين روسيا واوكرانيا، ولكن الحقيقه لازم اتوقف امام دور الحكومه القوي في طرح زي ما حضرتك قلت عدد كبير من البضائع في المجمعات الاستهلاكيه في الشوادر اللي بتتم ده كله الحقيقه عشان يحد من عمليه استغلال التاجر.
في الحقيقه والله بيتم المتابعه اليوميه بالنسبه لمراقبه الاسعار، وده بيبقى دور الشركات سواء شركات السلع تبع شركه القبضه او من خلال قطاع الرقابه والتوزيع بوزاره التموين، وده الحمد لله بكل واحد بيقوم بدوره، واحنا دايما بنضخ كميات كبيره من السلع، وبالتالي بيعمل على توازن الاسعار في السوق وتخفيض الاسعار السلع ان شاء الله. باشمهندس الشوادر دي هتفضل مستمره معانا خلال الشهر الكريم كله وبعد، ولا هي مجرد الفتره ما قبل رمضان الكريم؟ زي ما قلت لمعاليك ان هو هتبتدي الشوادر دي اعتبار من 15/3، واحتمال ان شاء الله تكون لاخر رمضان حسب تعليمات معالي الوزير في هذا الشان ان شاء الله. ان شاء الله. المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة في وزارة التموين، أنا بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ حاسس أبدا أن في حاجة ناقصة، كله موجود وأسعار مختلفة. كل اللي برجوه مننا برضو أن احنا نقتصد شوية ونحاول أن احنا يعني ناخد على قد يعني المطلوب. الفاكهة متوفرة والخضار كله متوفر، واللحمة والبيض كله وحوالي حتى مش رمضان كله متوفر، بس هي غالية شوية مش مشكلة نستحمل، لأن احنا طبعا في أزمة ولازم نستحمل واحنا حسب من غيرنا. الأسعار كلها حلوة متوفرة وكل حاجة موجودة وبأسعار حلوة جدا وخامات حلوة قوي، يعني الواحد بيفضل يجي ياخد من هنا لأن حاجات طازة وفي نفس الوقت حلوة مش بايظة يعني، وكل حاجة متوفرة وأسعارها حلوة جدا أوفر من بره. حاجات ممتازة وأسعار كويسة جدا، أرخص من الشوادر بره بكتير يعني، أرخص من البعين الجائلين كتير قوي يعني، وأسعار حلوة والحاجة ممتازة جدا وفاكهة نظيفة وحاجات طازة جدا ومش أحسن من كده والله بجد يعني. فالحاجة بردك هنا متوفرة ونظيفة يعني، كفاية إن هي نظيفة وسعرها حلو معقول متناول. كان لكم مرة تانية، والخبر اللي معايا خاص بوزارة الصحة، أطلقت اليوم الأحد مبادرة صحة الفم والأسنان بست محافظات كمرحلة أولى للكشف عن أمراض الفم واللثة وعلاجها بالمجان، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذي يوافق يوم 20 مارس من كل عام. مع الهاتف الآن الدكتور أحمد شاور، أستاذ جراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. مساء النور، كل سنة وحضراتكم بخير. وحضرتك بألف خير. يعني يمكن مهم جدا ان احنا نتابع صحة الإنسان مكتملة، لكن جزء مهم جدا من صحة الأسنان هو الفم واللثة. طبعا طبعا يا فندم، المبادرة طبعا اللي اتعملت دي مبادرة هايلة جدا، سواء ان هي علشان تنبه الناس لأهمية صحة الفم والأسنان، لان احنا عارفين ان الفم والأسنان ده هو مدخل الجسم، فطبعا احنا محتاجين ان الناس طبعا تهتم جدا بصحة الفم والأسنان، لان لو الإنسان ما أخدش باله ان أسنانه بتتدمر بدري هيبقى علاجها بعد كده صعب جدا، وفي نفس الوقت هيبقى عنده ضعف جدا في الهضم. طيب يعني لازم استغل حضرتك معايا دكتور احمد واتكلم عن اهم المشاكل اللي بتواجهنا نتيجه للامراض المزمنه وخاصه للفم واللثه. تمام، احنا عندنا الموضوع ممكن نقسمه قسمين كبار. فضل. الاسنان في حد ذاتها مهمه لانها الجزء الاول للهضم الصحيح. احنا لو ما بنمضغش الاكل كويس وبنسمح بهضمه بشكل جزئي بانزيمات الهضم اللي موجوده في اللعاب، ده معناها ان احنا بنحمل على الجهاز، وبعد فتره هنلاقي الجهاز الهضمي نفسه ابتدى يحصل فيه مشاكل كتير وابتدينا نخش في امراض جهاز هضمي، وبعد كذا سنة نبدأ نخش في أمراض جهاز الإخراج. وكل ده كان ممكن نتجنبه لو اهتمينا بعلاج أسناننا من البداية. ده الشق الأول. الشق الثاني في أمراض الفم، إن في كتير من الأمراض المزمنة بيبقى ليها دلالات موجودة على اللثة وفي فم المريض، وناس كتير جدا بنكتشف عندهم امراض زي السكر والانيميا وكثير من الاورام بنكتشفها مصادفه واحنا بنفحص اسناننا، ان احنا بنكتشف قرح معينه نبعته يطلع عنده ورم معين، نشوف لون اللثه نقول دي لثه مش طبيعيه، نعمل تحاليل نلاقي ده عنده سكر او عنده انيميا. اكتشفنا حالات كتيرة جدا من أمراض الدم وأورام الدم، ليوكيميا اكتشفناها بسبب تغيرات في اللثة.
ومن هنا المبادرة كانت مهمة ان احنا مبدئيا نخلي الناس تحافظ على اسنانها، دي حاجة علشان الهضم والاستفادة من الغذاء. والجزء الثاني ان احنا لو لا قدر الله عن حد عنده مرض مزمن خطير ليه دلالات في الاسنان نقدر نكتشفها بسرعة قبل ما يكون المرض تمكن منه. أكيد دكتور أحمد، للأسف يعني إحنا كشعب بنفتقد فكرة ثقافة المتابعة والعلاج، يعني وخاصة لو اتكلمنا على الفم والأسنان. يعني أنا ما بروحش أتابع لطبيب الفم والأسنان، أنا بروح في حالة واحدة، لو أنا درسي تعبني، لو أنا عندي خراج، لو أنا اللثة بتنزف. لكن طول ما أنا الحياة ماشية بشكل طبيعي أنا ما بروحش وما بعملش متابعة. أنا المفروض أعمل إيه عشان أحافظ على أسناني؟ هو طبعا التعليمات مباشرة من طبيب الأسنان المعالج دي تعليمات مهمة، وهي يعني الكشف الدوري ده أصبح ضرورة طبعا، لأن حاليا إحنا بقينا نكتشف حاجات كتيرة جدا كل ما بنشوف مريض. فالمريض لازم يتابع مع عيادة أسنان أو مركز أو حتى العيادات اللي هي في الوحدات الصحية كل 3 لـ6 شهور لازم يروح مرة، يقول لهم بس أنا عايز 5 دقايق الدكتور يبص ويشوف إن كل حاجة ماشية كويس. وبعدين الدكتور بيعلم المريض طريقة غسيل الأسنان المناسبة ليه هو. كل واحد مهم يا فندم. طبعا كل واحد وليه طريقة معينة حسب نوع أسنانه وشكل أسنانه دي وطبيعة أكله كمان. طبعا دي كلها حاجات الدكتور بيعرفها من المريض، وبعدين يديله الطريقة الصحيحة ونوع الفرشة الصحيحة اللي يستخدمها في غسيل أسنانه. وفي نفس الوقت لما يظهر حاجة بسيطة عند المريض لما الدكتور يشوفها هيعالجها وهي لسه في أولها، وده بيفيدنا إن العلاج بيكون بسيط وكمان نسبة نجاحه بتكون عالية جدا، عكس لما يجي المريض في مراحل متأخرة زي ما حضرتك بتقولي خراج وضرس مكسور وضرس وجعني، ده معناها إن احنا دخلنا في مرحلة متأخرة شوية. طبعا العلاج هيكون أصعب ونسبة نجاحه للأسف بتكون أقل، وكده احنا أثرنا على في الآخر على الجهاز الهضمي بتاع الإنسان دوت. طيب وبالتالي ما بقتش رفاهية إن الإنسان يروح لدكتور الأسنان كل 3 شهور لـ6 شهور، يعني أول مرة يروح والدكتور هيحدده يقول له هشوفك كمان 3 شهور ولا كمان 6 شهور. ده ضروري جدا طبعا. اكيد يعني برضو يا فندم ليه، معلش انا بستغل حضرتك معايا دكتور احمد، التركيبات الحديثه يا فندم وتاثيرها على الاسنان، لان كل الشباب حاليا بيبقوا عايزين ان هم يعملوا السمايل فيس، عايزين يبقى يعملوا عمليه تبييض في اسنانهم، ده صحي ولا غير صحي، والمفروض ان هو يتعمل امتى؟ والله يعني دي طبعا بتبقى شكوى خاصه للمريض. احنا عندنا بنقسم لما مريض بيجي لنا العياده بنقسم الشكوى بتاعته لشكوى بنسميها اكيوت، اللي هي شكوى حاده، مريض ما نامش بالليل، ضرسه وجعه جدا، الفك وجعه، عنده الم شديد، ده لازم التدخل حالا. عنده خراج كبير، ده لازم التدخل حالا. في حالات تانية بنسميها كولد كيس، كولد يعني حاله مش طارئه، مش ما ليست ضروريه جدا، فده معناها ان من الخطا التسرع فيها. ان الحاله بقى اللي هي ما فيهاش طوارئ دي محتاجة تدرس كويس جدا، الدكتور لازم يدرسها ولازم يعرف المريض توقعاته ايه من عملية التجميل، هل هو متوقع هيكون ايه بالتجميل وبيعمل التجميل ده ليه، هل هو لون سنان بس ولا لون سنان وشكل سنان ولا لون سنان وشكل سنان وعلاقات الأسنان ببعض ولا بالضبط. فلازم نعرف ولازم المريض يكون عارف ان الشكوى بتاعته دي لو كان علاجها كبير قوي ضخم جدا الدكتور لازم ينصحه يقول له لا الشكوى بتاعتك ما تستاهلش الشغل ده كله. ايوه صح. لا معلش تعامل مع حياتك هي كده افضل من تدخلنا فيها. دكتور احمد انا بشكر حضرتك يا فندم الف شكر للتوضيح، وبكده الحقيقه بتكون اخبارنا خلصت النهارده ومصر بيحصل فيها ايه.